نقل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إلى ضباط وأفراد مديرية شرطة محافظة المحرق تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أهالي محافظة المحرق الذين يكن لهم جلالته كل المحبة والتقدير والاعتزاز. وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بنقل الشكر والتقدير لأهالي محافظة المحرق والقائمين على الأجهزة الأمنية بالمحافظة على ما يقومون به لحفظ أمن الأهالي بالتزام وانضباط ومهنية، قام معالي الوزير صباح اليوم بزيارة إلى مديرية شرطة المحرق، حيث كان في الاستقبال سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد سلمان بن هند المناعي محافظ محافظة المحرق. وفي بداية اللقاء نقل معالي الوزير شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى مديرية شرطة المحرق وأهالي المحافظة، كما ثمن معاليه عاليا اهتمام سموه الكريم ومتابعته الشخصية موضوع الصيادين وتعويضهم، حيث ما يزال خفر السواحل يستقبلهم من أجل حصر الأضرار من جراء الإرهاب البحري الذي تعرضوا له وسبب لهم ولعائلاتهم معاناة معيشية. كما وجه معالي الوزير الشكر إلى سعادة محافظ المحرق على كل جهوده وكلمته الصادقة التي جاءت معبرة عن المشاعر الوطنية لأهالي المحرق، حيث إن المحرق هي القلب النابض بالهوية الوطنية البحرينية. بداية ودي أني أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أهالي محافظة المحرق اللي يكن لهم جلالته كل المحبة والتقدير والاعتزاز. أيضا يشرفني أني أنقل لكم شكر وتقدير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. وقبل ما أتكلم عن موضوع المحافظة أيضا ودي أن وثمن غاليا اهتمام سموه الكريم ومتابعة الشخصية لموضوع الصيادين. الصيادين لا زالت خفر السواحل تستقبلهم لحصر الأضرار اللي حدثت عليهم من جراء ما تعرضوا له من إرهاب بحري، وكان سبب واضح في التأثير على معيشتهم وعلى عائلاتهم. بالنسبة للأخ سلمان، طبعا يسعدني أن أنا أشيد بدورك في المحافظة والعمل اللي تقوم فيه بشكل دائم. كل التوجيهات. أي نعم، جزاك الله خير. ولكن ودي أؤكد على الكلمة الصادقة اللي جاءت معبرة عن المشاعر الوطنية لأهل المحرق. وأنت ما قصرت، نقلت لي يعني استغراب واستنكار أهالي المحافظة من رجال من عائلات للمعلومات المسيئة اللي بثتها قناة الجزيرة حول ممارسات غير قانونية من قبل مديرية أمن المحرق. ومع الأسف أن هاي الافتراءات الإخبارية من رددها نواب بريطاني. وأنا اليوم ودي أن يا أخ سلمان أن أتأكد لأهالي المحافظة أن مديريتهم الأمنية ما كانت مركز للتعذيب لا هي ولا غيرها أو لسوء المعاملة، لكن العكس هو الصحيح. لكم، وهذا الكلام اللي ودي توصل له المحرق، لكم أن أنتم يعني تفتخرون بمستوى يعني الأداء والإنجاز الأمني المتحقق في هذه المديرية. وحتى يكون الكلام أدق، فاليوم محافظة المحرق هي أقل المحافظات من حيث معدل الجريمة، وأنها يعني أشوفها فرصة أني أشكر يعني المدير العام وأيضا رؤساء المراكز
وجميع الضباط والأفراد العاملين في معيتكم على يعني ما قدمتوه وتقومون فيه من عمل من أجل حفظ الأمن. شيء يجب أن نتوقف عنده ما تميزت فيه هذه المديرية من برامج شرطية مميزة اللي جعلتنا أن يعني نراقبها ونعمل على تطويرها. وأهم ما يمكن أن أشير له مركز حماية الأسرة وانعكاسها على العديد من يعني الأسر والأمهات والأبناء، وهذه مشروع رائد ويجب أن نحافظ عليه ونطوره في باقي المديريات. وهذا الكلام حق رئيس الأمن العام. وأيضا شرطة المجتمع وتنظيمها وعملها في محافظة المحرق في الواقع تميزت بأداء وفيه تفاعل وتجاوب من قبل الجمهور، وهذا يعني أنجح المشروع وجاء ضمن المفهوم المجتمعي اللي من أجله أنشئت شرطة المجتمع. ولابد أن احنا هنا نشكر أيضا المدير العام السابق اللي هو العميد فواز الحسن، لأن كانت له بصمته في هذه البرامج المتميزة. نظرا ل يعني تفوق وتميز هذه البرامج، يعني الأمر جعلنا نعرض هذه التجربة على ضيوفنا الأمنيين المهتمين بتطوير الأداء الشرطي، لأن الموضوع اليوم أصبح شأن يمس أمن محرق. فليكن معلوم بأن ما يمس المحرق بأي شكل من الأشكال فإنه تعرض لنا جميع. المحرق هي الأصل، واللي ما عنده غيرة على أصله ما في خير. وأنا شخصيا مشمول بكل ما يمس المحرق، لأني أنا ابن المحرق الواقع. لو يتبع أتكلم وأبي أوصف يمكن أقول أن محافظة المحرق هي يعني القلب النابض بالهوية الوطنية البحرينية، وفي الواقع أنها اكتسبت يعني هذه الهوية من جذور تاريخها، واللي تأسس واستقر في نفوس الناس وفي قلوبها. وإحنا اليوم نمثل يعني امتداد لكفاح الرجال والأبطال اللي ضحوا من أجل أن يحمون أهلهم ويحمون أمنهم ويدافعون عن مكتسباتهم. وهاي الكلام لكم ولإخوانكم جميع. فبهاي الروح لازم أن احنا نأدي عملنا بهذه الروح المخلصة، يجب أن نعمل. يعني هذا ملخص الكلام اللي وددت أني أنا أوصل لك، وإلا فأني أسأل الله أن إن شاء الله يوفقنا معاكم إلى خدمة جلالة الملك وخدمة البحرين، وأن يعيننا على حمل مسؤولية الأمن، ونسأل الله التوفيق